مشاركة المرأة كما الرجل خطوة بخطوة، تعالت صيحاتها وترافقت مع صيحات الرجال على مدى عمر الحراك الجزائري. فالمرأة لها دور في مجالات أخرى، فيجب عليها إسماع صوتها في كل المظاهرات والاحتجاجات. اليوم عمالقة رفعت شعارات سياسية تطالب بالتغيير السلمي ورحيل وجوه الفساد، بعيدا عن المطالب الاجتماعية والإيديولوجية كما عودتنا مسيرة النساء في بعض الدول العربية. حراكها يبدأ بتاريخ 22 فبراير ليليه الفاتح مارس ثم ثالث جمعة لتصادف عيدها الوطني، رافضة إياه لتلتحق بعيد الضمير الجماعي الوطني وسط الحراك. لتكون حاضرة إلى ثامن جمعة ويداها لا تخلو من رفع لافتات بشتى المطالب، هدفها التغيير إلى الأحسن. هذه فاطمة نسومر والأخرى حسيبة بن بوعدي، جميلة بحيرد، نفيسة حمود، فضيلة سعدان وأخريات عرفتهم الثورة الجزائرية ليعيد التاريخ نفسه. لتشارك كل الفئات، الماكثة بالبيت والطبيبة والأستاذة وغيرها. شباب دعنا نعطيك رجالة رجالة الزاية الشعب نقسمها ونمغي نبنيغ بورنو جون لا جنس ضيعوها وانا فينا تكون عندنا الجزائر نفتخروا بها ويروحوا كما هاد السراقين جينيغاليست Je veux que tout le monde vive mieux, que l'avenir de l'Algérie se développe, pour qu'on vienne nous, plus la diaspora, pour qu'on échange dans la liberté pour les femmes, pour les hommes, pour l'avenir des enfants. Le droit à la santé, au logement, des hôpitaux, l'éducation des enfants, la liberté pour les femmes, les hommes, que demain tout le monde vive mieux dans la liberté, Inch'Allah. Je suis à l'Alger, être avec les Algériens, je suis algérienne, très fière d'être algérien, et être ensemble pour la révolution et que le système dégage. Je souhaite le meilleur des hommes pour le peuple algérien. Le meilleur pour qu'il soit le plus juste possible pour nous tous. Inch'Allah. الطلبة، الأساتذة، العمال، كل شرائح المجتمع، كل العاملين اليوم من ساحة أول ماي حتى البريد المركزي، اليوم نقول لا لبن صالح، لا للبن صالح، لا لحكومة العصابات، لابد عليهم الرحيل. احنا اليوم شهر شهرين ما احناش رايحين حتى ترحل العصابه، هذه الحكومه تاع العصابه وبن صالح اللي ركبوه الشعب ذراع. ليعود الاصلاح على الجميع.